السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الرابع للسنة الثالثة إعدادي، اللي هو تفاعلات بعض المواد العضوية مع ثنائي الأكسجين. إذا قبل ما نبدأ هذا الدرس، هذا إذا تذكرتم معي في الدرس الأول كنا قلنا بأن المواد البلاستيكية والخشب والورق ينتميان إلى مجموعات المواد العضوية. إذا الهدف من الدرس هذا هو بغينا نتعرفوا على تعريف ديال المواد العضوية، بمعنى ما هي المواد العضوية. لهذا الغرض هذا غادي نقوموا بالتجربة الأولى اللي هي احتراق الورق. إذا الورق فهو ينتمي إلى مجموعة المواد العضوية. إذا في التجربة عندنا نحرق قطعة من الورق المقوى في الهواء ونضع فوق اللهب أنبوب اختبار. إذا في التجربة عندنا واحد الصحن، في هذا الصحن هذا عندنا مجموعة من قطع ديال الورق، ثم فوق من هذا اللهب وضعنا واحد الأنبوب ديال اختبار. إذا إلا لاحظتوا معايا هنا في الداخل ديال الانبوب اختبار، اذا نلاحظ تكون قطرات الماء، اذا احتراق ديال الورق كينتج عليه تكون قطرات الماء. ثم من بعد خدينا هاد، يعني بعد توقف الاحتراق خدينا هاد الانبوب اختبار ثم زدنا ليه ماء الجير. اذا بعد ما زدنا ليه ماء الجير وقمنا بتحريك ديالو كنلاحظوا تعكر ماء الجير، وهذا تعكر ماء الجير كما تعرفنا عليه في السنه الثانيه اعدادي فهو يدل على وجود ثنائي اكسيد الكربون. اذا لحد الان عندنا جوج ديال النواتج هنا، اذا عندنا قطرات الماء ثم عندنا تعكر ماء الجير اللي كيدل على وجود ثنائي اكسيد الكربون. كذلك في هذا الاحتراق ديال الورق فهو يصاحبه تصاعد دخان اسود، او لا ان الورق يحترق بلهب اصفر، وهذا اللهب اصفر فهو يدل على ان الاحتراق غير كامل. إذا بالنسبة للملاحظة اللي لاحظنا في التجربة، إذا نلاحظ تكون قطرات الماء على الجوانب الداخلية للأنبوب، كذلك نلاحظ أيضا تعكر ماء الجير مما يدل على تكون غاز ثنائي أكسيد الكربون، كذلك أثناء احتراق الورق فهو يحترق بلهب أصفر، لهب أصفر معناته أنه الاحتراق غير كامل، مع تصاعد دخان أسود الذي يدل على وجود الكربون، هذا الدخان الأسود فهو يدل على وجود الكربون، إذا وبالتالي فالاحتراق غير كامل، الاحتراق غير كامل هو اللي شفنا في السنة الثانية إعدادي، قلنا بأنه عندما تكون نسبة ثنائي الأكسجين قليلة فالاحتراق يكون في هذه الحالة غير كامل، ومن بين المميزات ديالو أن اللهب يكون أصفر، وفي الاحتراق الكامل كيكون اللهب أزرق. إذا بالنسبة للخلاصة ديال هذه الفقرة، ينتج عن احتراق الورق في الهواء بخار الماء، بخار الماء يعني قطرات الماء اللي شفنا اللي الصيغة ديالو الكيميائية هي H2O، H2O وثنائي أكسيد الكربون CO2. وفي حالة الاحتراق غير كامل، بمعنى عندما تكون كمية ثنائي الأكسجين غير كافية، في هذه الحالة كينتج لنا كذلك الكربون سي، الكربون سي هو اللي كيكون عبارة عن دخان أسود، وغاز أحادي أكسيد الكربون CO وهو غاز سام عديم اللون والرائحة. إذا في الاحتراق غير كامل كيضافوا لنا جوج ديال العناصر، هما الكربون سي وأحادي أكسيد الكربون سي او. إذن بالنسبة للاحتراق ديال الورق نقول بأنه تفاعل كيميائي ناشر للحرارة. تفاعل كيميائي علاش؟ لأن في الاحتراق ديالو كينتج عليه أجسام جديدة. ناشر للحرارة بمعنى ملي كنحرقوا هذا الورق فهي كتنتج عليه واحد الحرارة. ونعبر عن خاصية هذا التفاعل بالكتابة التالية. إذن في التعبير الكتابي ديال التفاعل الكيميائي كنا كنكتبوا المتفاعلات سهم نواتج. إذن المتفاعلات في هذه الحالة هو الورق، إذن يتفاعل الورق مع ثنائي الأكسجين وينتج بخار الماء زائد ثنائي أكسيد الكربون زائد نواتج أخرى. هذا التعبير الكتابي فهو كنكتبوا زائد نواتج اخرى باش يكون صالح في كلتا الحالتين، يعني باش يكون صالح في الاحتراق الكامل وغير كامل، لان في الاحتراق الكامل كيكون عندنا غير بخار الماء وثنائي اكسيد الكربون، في غير الكامل بلاصه هذه النواتج اخرى كيتزاد لينا الكربون واحادي اكسيد الكربون. اذا غادي نحاولوا نكتبوا المعادله الكيميائيه ديال هذا التفاعل هذا. دونك بالنسبه للورق، الورق واش كنعرفوا الصيغه الكيميائيه ديالو؟ لا. اذا في هذه الحاله كنكتبوا الورق كما هو، ثنائي الاكسجين الصيغه ديالو هي O2، بخار الماء الصيغه الكيميائيه ديالو H2O، ثنائي اكسيد الكربون الصيغه الكيميائيه ديالو هي CO2، ثم نواتج اخرى، نواتج اخرى. هذه النواتج اخرى اعيد كنقصدوا بها الكربون واحد اكسيد الكربون في حاله الاحتراق غير كامل. إذن بالنسبة لهذا التعبير هذا، السنة الماضية تعرفنا على قوانين التفاعل الكيميائي. قوانين التفاعل الكيميائي كاين جوج ديال القوانين، كاين القانون الأول هو قانون انحفاض الكتلة، وكاين القانون الثاني هو قانون انحفاض الذرات نوعا وعددا. قبل ما نذكروا بهذه القوانين، أولا عندنا هذا الورق وثنائي الأكسجين، هادو كنسميهم الأجسام المتفاعلة، هادو كيتسموا المتفاعلات. إذن هادو المتفاعلات. إذن ثم سهم النواتج. إذن هذا القانون الأول ديال انحفاض الكتلة كيقول بأن مجموع كتل المتفاعلات يساوي مجموع كتل النواتج، ما كيهمناش حنا هنا في هذه الفقرة، اللي كيهمنا هو القانون الثاني، القانون الثاني يقول بأن تنحفض الذرات نوعا وعددا، المعنى ديالو شنو هو؟ إلا خدينا على سبيل المثال، إلا خدينا مثلا احتراق ديال الكربون، إذن باش يحترق الكربون كيتفاعل مع ثنائي الأكسجين O2 وكيعطينا CO2.
او 2 هذا احتراق الكربون تعرفنا عليه في السنه الثانيه اعدادي. اذا قانون حفظ الذرات شنو كيقول؟ كيقول بان المتفاعلات والنواتج كيتكونوا من نفس الذرات. كمثال مثلا الا خدينا هنا في المتفاعلات شنو عندنا؟ هنا عندنا الكربون، في النواتج شنو عندنا؟ كذلك كذلك عندنا الكربون، هنا في المتفاعلات كذلك عندنا الاكسجين، ثم في النواتج عندنا الاكسجين. اذا شنو كنستنتجوا؟ ان المتفاعلات والنواتج كيتكونوا من نفس الذرات اللي هما الكربون والاكسجين. اذا تنحفظوا الذرات نوعا وعددا، وعددا بمعنى نفس العدد. الا خدينا هنا الكربون العدد ديال الذرات ديال الكربون معنا الترقم هنا بمعنى واحد، نمشيو النواتج كذلك عندنا واحد، اذا نفس العدد. اكسجين شحال عندنا هنا؟ جوج. في النواتج كذلك عندنا جوج. اذا في هذه الحاله نقول بان هذه المعادله فهي تخضع لقانون حفاظ الذرات بمعنى انها معادله متوازنه. اذا الى رجعنا لهذا الاحتراق ديال الورق، فهذا الاحتراق ديال الورق كنطرحوا سؤال، كنقولوا شنو هما الذرات اللي عندنا في النواتج وما عندناش في المتفاعلات؟ الى خدينا هنا بالنسبه للنواتج عندنا الاكسجين، في المتفاعلات كذلك عندنا الاكسجين، ولكن الذرات اللي عندنا في النواتج وما عندناش في المتفاعلات شنو هما؟ هما اش اللي هي الهيدروجين والكربون اللي هو سي. كتلاحظوا هنا في النواتج عندنا الكربون والهيدروجين، ولكن هنا في المتفاعلات ما عندناش الكربون والهيدروجين. اذا فنظركم شنو هو المصدر ديال هذا الكربون والهيدروجين؟ المصدر ديالهم فهو الورق. اذا من خلال هذه التجربه نستنتج بان الورق فهو يتكون اساسا من ذرات الكربون والهيدروجين. اذا هنا بالنسبه للورق راه ممكن تكون فيه ذرات اخرى، ولكن ما كيهموناش حنا، اللي كيهمنا هنا هو الكربون والهيدروجين. اذا تدل نواتج هذا التفاعل على ان الورق يتكون اساسا من ذرات الكربون سي وذرات الهيدروجين اش. جيد، اذا هذا بالنسبه للاحتراق الاول. الان غنمشيو للاحتراق الثاني. الاحتراق الثاني غنديروا احتراق ديال المواد البلاستيكيه. اذا المواد البلاستيكيه كذلك فهي تنتمي الى مجموعه المواد العضويه. اذا عندنا نقوم بحرق قطعه بلاستيكيه من نوع متعدد الستيرين، يعني شفنا في الدرس الاول كامزو ليه ب بي اس بوليستيرين. اذا عندنا واحد الصحن، في هذا الصحن عندنا واحد القطعه ديال متعدد الستيرين. اذا حرقنا هذه القطعه هذه، اذا ثم فوق من اللهب وضعنا انبوب اختبار. اذا الى شفتوا في الجوانب ديال انبوب اختبار، اذا نلاحظ تكون قطرات الماء. ثم من بعد توقف الاحتراق خدينا هذا الانبوب اختبار وزدنا فيه ماء الجير. ملي زدنا فيه ماء الجير هنا كتلاحظوا انه تعكر. اذا عندنا تعكر ماء الجير، تعكر ماء الجير كنقصدوا به ان اللون ديالو كيتغير. يعني ماء الجير في الاصل هو اللون عديم اللون يعني شفاف، ولكن ملي كيكون ثاني اكسيد الكربون في واحد الاناء كيتعكر، بمعنى اللون ديالو يتغير. اذا هنا نلاحظ جوج ديال الملاحظات، عندنا تكون قطرات الماء وعندنا تعكر ماء الجير. كاينه ملاحظه اخرى مع الاسف ما كتبانش هنا في التجربه، ان هذا الاحتراق ديال متعدد الستيرين كينتج عليه كذلك تصاعد دخان اسود، دخان اسود فهو يدل على الكربون. اذا الملاحظات، عندنا نلاحظ تكون قطرات الماء على الجوانب الداخليه للانبوب، نلاحظ كذلك خلال الاحتراق تصاعد دخان اسود، هذا الدخان الاسود فهو دائما يدل على وجود الكربون، كذلك نلاحظ ايضا تعكر ماء الجير مما يدل على وجود ثنائي اكسيد الكربون. اذا في هذه الحاله عندنا ثلاثه ديال النواتج هما قطرات الماء، الكربون وثنائي اكسيد الكربون. بما انه عندنا الدخان الاسود اذا معناتها احتراق غير كامل، احتراق غير كامل كيتزادوا جوج ديال العناصر، عقلوا عليهم مزيان، هما الكربون واحادي اكسيد الكربون. أحادي أكسيد الكربون ما كنشيروش ليه هنا في التمرين، في التجربة عفوا، لأنه غاز عديم اللون والرائحة، ما عندوش اللون وما عندوش الرائحة. إذا خلاصة الاستنتاج عفوا ديال هذه الفقرة هذه، عندنا ينتج عن احتراق متعدد الستيرين في الهواء أساسا بخار الماء الصيغة ديالو H2O وثنائي أكسيد الكربون الصيغة الكيميائية ديالو CO2، ونعبر عن حصية هذا التفاعل بالكتابة التالية. إذا الأجسام المتفاعلة يتفاعل متعدد الستيرين مع ثنائي الأكسجين باش كيعطينا باش كينتج عليه بخار الماء زائد ثنائي أكسيد الكربون زائد نواتج أخرى. اذا نحاولوا نكتبوا المعادله الكيميائيه ديال التفاعل. متعدد الستيرين واش كنعرفوا الصيغه الكيميائيه ديالو؟ لا. اذا غنكتبوها كما هي. اذا عندنا متعدد الستيرين زائد ثنائي الاكسجين الصيغه الكيميائيه ديالو هي O2، اذا كيعطينا بخار الماء الصيغه الكيميائيه ديالو H2O، ثنائي اكسيد الكربون الصيغه الكيميائيه ديالو CO2 زائد نواتج اخرى. اذا هنا كذلك غنطرحوا نفس السؤال اللي طرحناه قبيله، اذا ما هي الذرات التي تتواجد في النواتج وما عندناش في المتفاعلات؟ اذا الا لاحظتوا معايا مزيان غتلاحظوا بان في النواتج عندنا الهيدروجين عندنا الكربون. هذا الهيدروجين والكربون واش عندنا هنا في المتفاعلات؟ لا. اذا شنو هو المصدر ديالو في نظركم؟ اذا المصدر ديالهم فهو متعدد الستيرين. اذا وبالتالي تدل نواتج هذا الاحتراق على ان متعدد الستيرين يتكون اساسا من ذرات الكربون سي وذرات الهيدروجين اش. اذا هنا كذلك كنستنتجوا بان متعدد الستيرين حتى هو كيحتوي على ذرات الكربون والهيدروجين. اعيد هنا بان متعدد الستيرين ممكن يكون فيه ذرات اخرين، ولكن حنا هنا في هذا الدرس كيهمنا غير الكربون والهيدروجين. إذا خلاصة ديال هذه الفقرة، إذا كما قلنا بالنسبة للورق والبلاستيك قلنا كينتمي إلى مجموعة المواد العضوية.
اذا المواد العضويه اذا الى كما شفتوا في التجربه في احتراق ديال الورق والبلاستيك العنصر اللي كان مشترك بيناتهم انهم بجوج بهم كان فيهم الكربون والهيدروجين. اذا وبالتالي التعريف ديال المواد العضويه تقريبا اهم حاجه في هذا الدرس هي الخلاصه هذه. اذا المواد العضويه هي مواد تتكون اساسا من ذرات الكربون سي وذرات الهيدروجين اش. اذا غتعقلوا مزيان على ان المواد العضويه كيخص يكون فيها بالضروره الكربون سي والهيدروجين، خصو يكونوا بجوج بهم ماشي غير الكربون او الهيدروجين فقط، خصو يكونوا بجوج بهم. اذا كما يحتوي البعض منها على ذرات الاكسجين او والازوت او النيتروجين كمذوب بالحرف ان والكلور كمذوب بالحرف سي ال الى غير ذلك. اذا هذه المواد العضويه ممكن كذلك يكون فيها الاكسجين والازوت والكلور، ولكن هذو ما كيهموناش، حنا كيهمنا فقط الكربون والهيدروجين. اذا الى خدينا مثلا في هذه المواد العضويه الامثله اللي عندنا، مثلا عندنا البلاستيك وعندنا الخشب. شنو هو الفرق بين البلاستيك والخشب؟ ان البلاستيك ماده صناعيه والخشب فهو ماده طبيعيه. اذا هذه المواد العضويه فهي تصنف الى صنفين. الصنف الاول هما مواد عضويه طبيعيه، مواد عضويه طبيعيه مثل الخشب والبترول والصوف الى غير ذلك والجلد كذلك. ثم الصنف الثاني هو مواد عضويه صناعيه، مواد عضويه صناعيه مثل البلاستيك والورق والنيلون، واحد النوع من هو في الاصل بلاستيك ولكن كيتصنع منه ثوب الى غير ذلك. اذا هادو هما اصناف ديال المواد العضويه. كذلك الى رجعنا للتجارب اللي شفنا قبيله، هاد الورق والبلاستيك كانت شي حاجه مشتركه بيناتهم. الحاجه اخرى اللي مشتركه بيناتهم انهم بجوج بهم قابلين للاحتراق. اذا وبالتالي تتميز المواد العضويه بقابليتها للاحتراق، يعني ممكن نحرقوها. الى بغيتوا تعرفوا واحد الحاجه واش هي ماده عضويه، الى كانت قابله للاحتراق فهي ماده عضويه، ولكن ماشي غير تكون قابله للاحتراق، خصها تكون قابله للاحتراق وينتج عن احتراقها بخار الماء للصيغه ديالو H2O وثاني اكسيد الكربون CO2 ونواتج اخرى. اذا الى خديتي واحد الجسم وحرقتيه وعطاك بخار الماء وثاني اكسيد الكربون، اذا مباشره فهو ماده عضويه. علاش؟ لانه ملي كيعطيك بخار الماء شنو معناتها؟ بخار الماء معناتها انه فيه ذره الهيدروجين، وملي كيعطيك ثاني اكسيد الكربون معناتها ان فيه ذره الكربون. اذا بما ان فيه الكربون والهيدروجين اذا فهو ماده عضويه. اذا هذه هي الخلاصه ديال هذه الفقره، هذه الخلاصه مهمه جدا، حاولوا تعقلوا عليها. غنمشيو للفقره المواليه في هذا الدرس. هذه اخر فقره هي اخطر احتراق المواد العضويه، بمعنى شنو كينتج على الاحتراق ديال المواد العضويه. اذا الخطر الاول هو اخطر ديال الاحتباس الحراري. شنو هما اسباب ديال الاحتباس الحراري؟ اذا تؤدي الزياده في نسبه وجود ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي الى ارتفاع درجه الحراره المتوسطه للارض، وهو ما يعرف بظاهره الاحتباس الحراري. وهذا الاحتباس الحراري كينتج عليه مجموعه من الظواهر الخطيره كالفيضانات والجفاف والحرائق. شنو معنى ديال هذه الجمله؟ ان ملي كنحرقوا المواد العضويه قلنا كينتج عليها ثاني اكسيد الكربون، وهذا ثاني اكسيد الكربون ملي كتزاد النسبه ديالو في الجو فهو كيؤدي الى ارتفاع درجه حراره الارض. ملي كترتفع درجه حراره الارض هي اللي كنسميوها الاحتباس الحراري، وهذا الاحتباس الحراري الظواهر اللي كينتجوا عليها الفيضانات والجفاف والحرائق. اذا هذا الاحتراق ديال المواد العضويه فهو كيشكل خطوره. الاخطر الثاني هي اخطر الاحتراق غير كامل. اذا يكون الاحتراق غير كامل في حاله قله ثنائي الاكسجين، بمعنى ملي كتكون ثنائي الاكسجين غير كافيه. ومن بين نواتج هذا الاحتراق في الاحتراق غير كامل كاين تجينا احادي اكسيد الكربون، وهو غاز سام يتجلى خطره عند استنشاقه في هواء يمثل فيه 0.5%. هذا احادي اكسيد الكربون اذا كانت النسبه ديالو في الجو 0.5% فهو كيشكل خطر. شنو هو الخطر ديالو؟ هو كيمنع الكريات الحمراء في الدم من ايصال ثنائي الاكسجين الى اعضاء الجسم، يعني ما كيخليش الكريات الحمراء باش يوصلوا ثنائي الاكسجين لأعضاء الجسم، مثلا الدماغ. إذا الدماغ مثلا ملي ما يوصلش ثنائي الأكسجين فهو يؤدي به إلى التوقف، يعني مما قد يؤدي إلى الموت. إذا فهذا الاحتراق غير كامل إلى إضافة إلى ذلك كينتج لنا الكربون. الكربون هو عبارة عن دخان أسود، هذاك الدخان الأسود كيتكون دقائق صغيرة جدا، هذاك الدقائق الصغيرة جدا ملي كنستنشقوهم فهي ممكن تسبب لنا مضاعفات ومشاكل في الجهاز التنفس. لذلك مثلا أنك تلقاو الأشخاص اللي كيتوجهوا قرب المطارح ديال النفايات أو البلاصة اللي كيحرقوا فيها النفايات هذو غالبا كيكونوا عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، بحال مثلا امراض الربو بالدارجه كنقولوا الدقه. اذا هادو من الاخطر اللي عندنا. كاين الخطر الثاني اللي هو اخطر احتراق المواد البلاستيكيه. اذا ينتج عن احتراق المواد البلاستيكيه غازات سامه تشكل خطرا على حياه الانسان، مثل عندنا في الخانه الاولى الماده البلاستيكيه، الخانه الثانيه عندنا الغاز الناتج. اذا الماده البلاستيكيه الاولى اللي عندنا متعدد كلورور الفينيل اللي الصيغه ديالو بي في سي. هاد كلورور الفينيل اللي حرقناه كينتج لينا عليه غاز سام اللي هو كلورور الهيدروجين الصيغه ديالو HCl.
النوع الثاني او البلاستيك الثاني هو البولي اميد او متعدد الاميد. هذا متعدد الاميد هو اللي كيكون مصنوع منه النيلون او المفروشات. هذا البولي اميد الا حرقناه كينتج لينا عليه واحد غاز سام اللي هو سيانور الهيدروجين، الصيغه ديالو HCN. ثم النوع الثالث من البلاستيك هو البولي استر اللي كيكون مصنوع منه الاغذيه ديال الاسلاك الكهربائيه. احتراق ديال هذا البولي استر كينتج عليه واحد الغاز كذلك سام اللي هو ثنائي اكسيد الكبريت، الصيغه ديالو SO2. اذا فهاد الجواب غتعقلوا على ان متعدد كلور الفينيل كينتج عليه كلور الهيدروجين الصيغه ديالو HCl، البولي اميد احتراق ديالو كينتج عليه سيانو الهيدروجين الصيغه ديالو HCN، ثم البولي استر كينتج عليه ثاني اكسيد الكبريت الصيغه ديالو SO2. اذا هذا الجدول مهم جدا، حاولوا انكم تحفظوه. بالنسبه للكلور الفينيل راه ساهل، مثلا هنا عندنا كلولور كينتج عليه كلولو الهيدروجين، البولي استر مثلا الا لاحظتوا هنا البولي استر S يعني كينتج عليه ثاني اكسيد الكبريت اللي هو SO2. ثم كيبقى لكم البولي اميد غتعقلوا عليه انه سيانو الهيدروجين. اذا كما شفتوا هنا في هذا الاحتراق ديال المواد العضويه فهو كيشكل خطوره. اذا الحل في نظركم باش نتفادوا هذا الخطر شنو هو؟ اذا يشكل احتراق المواد العضويه في الهواء خطرا على الصحه والبيئه، لذلك يجب اعاده التصنيع. اذا هذه المواد العضويه خصنا ما نحرقوهمش، خصنا نعاودوا نصنعوا منهم مواد اخرى. اذا اعاده تصنيع المواد العضويه الموجوده في النفايات بدلا من حرقها في الهواء، وبالتالي ملي كنديروا اعاده تصنيع في هذه الحاله كنتفادوا الاخطار اللي ممكن تنتج عليها. اذا باش نعرفوا واش فهمتوا هذه الفقره، اذا غنمروا للتمرين التطبيقي. اذا عندنا الصيغه الكيميائيه للنايلون هي C12H22N2O2، هذا الشيء كامل SN، هذا N عدد صحيح طبيعي، المعنى ديالو ان هذا النيلون هذا الجزء ديالو فهي كتكون واحد العدد كبير جدا، يعني هاد ان ممكن مثلا يكون 50 او 100 الى غير ذلك. اذا هاد ان في الحقيقه حنا ما كيهمناش هنا في هذا الدرس، ماشي مهم. اذا السؤال الاول، ما نوع ذره جزيئات النيلون؟ اذا حاولوا تجاوبوا على التمرين عن بعد طلعوا على الحل. اذا السؤال كيقول لك شنو هما الذرات اللي كتكون منهم النيلون؟ هاد الذرات اللي كتكون منهم جزيئه ديال النيلون منين غنجيبوهم؟ غنجيبوهم من الصيغه. الصيغه شنو فيها؟ كتلاحظوا عندنا الكربون سي، وعندنا H اللي كيعني الهيدروجين، وعندنا N اللي كيعني الازوت، وعندنا O اللي كتعني الاكسجين. اذا الجواب الجزيئات الذرات ديال النيلون هي الكربون C والهيدروجين H والازوت N والاكسجين O. منين جبتهم؟ جبتهم من هذه الصيغه الكيميائيه. ثم السؤال الموالي، هل النيلون مادة عضوية؟ إلا تذكرتوا معايا المادة عضوية قلنا كيخص يكون فيها الكربون سي والهيدروجين اش. إذا غنشوفوا هنا واش الصيغة ديالو، واش فيه الكربون والهيدروجين؟ نعم، إذا فهو مادة عضوية. إذا النيلون مادة عضوية لأنه يتكون أساسا من ذرات الكربون سي والهيدروجين اش. السؤال الموالي، اقترح بعض نواتج احتراق النيلون في الهواء. اذا الى حرقنا هذا النيلون بمعنى شنو هما بعض النواتج اللي ممكن ينتجوا عليه؟ بما ان النيلون ماده عضويه اذا خصني ينتجوا عليه جوج ديال الغازات بالضروره اللي هما بخار الماء وثنائي اكسيد الكربون، صحيح. اضافه الى ذلك كذلك ممكن ينتجوا عليه غازات سامه. الغازات السامه اللي شفنا قبيله شفنا كلور الهيدروجين، كلور الهيدروجين قلنا الصيغه ديالو هي HCl، كلور الهيدروجين HCl، وكاين سيانو الهيدروجين الصيغه ديالو HCN، وكاين كذلك ثنائي اكسيد الكبريت SO2. اذا غنشوفوا واش ممكن ينتج لينا شي غاز من هاد الغازات هادو. غنبداو بكلور الهيدروجين. باش ينتج لينا كلور الهيدروجين شنو خصو يكون؟ خص النيلون يكون فيه الهيدروجين والكلور. غنشوفوا الصيغه هنا، الهيدروجين كاينه، واش عندنا الكلور هنا؟ لا. اذا HCN ما غاديش ينتج لينا في هاد الحاله. غنمشيو لSO2 باش ينتج لينا ثنائي اكسيد الكبريت، النيلون خصو يكون فيه الكبريت اللي هو S. واش عندنا اس هنا؟ لا ما عندناش. اذا ما يمكنش ينتج لينا SO2. سيانو الهيدروجين شنو فيه؟ فيه الهيدروجين وفيه الكربون وفيه الازوت. غنشوفوا الصيغه واش فيها الهيدروجين. نعم، الكربون كاينه، الازوت كذلك كاينه. اذا ممكن كذلك ينتج لينا سيانو الهيدروجين اللي هو HCN. اذا وبالتالي نواتج احتراق النيلون في هذه الحاله اذا هما بخار الماء H2O وثنائي اكسيد الكربون SO2. علاش؟ لانه ماده عضويه. اضافه لهذ الجوج هذا غينتج لينا سيانو الهيدروجين اللي هو HCN. باش عرفنا غينتج لينا HCN؟ لان في الصيغه الكيميائيه ديالو فيها الهيدروجين وفيها الكربون وفيها الازوت. اذا هذا هو التمرين ديال هذا الدرس هذا. كنتمنى انكم استفدتوا من هذا الدرس هذا. ما تنساوش دائما تضغطوا على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو، اللي هو صابوني، وما تنساوش كذلك تضغطوا على زر الجرس للتوصل بجديد القناه ديالنا. اذا الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.